مارين بس اسمعني. بكره حالي كثير، بكره حالي لأني حبيتك بيوم من الأيام. مارين بس اسمع. شو اسمع؟ كذبة جديدة من كذباتك؟ أنت شو عندك ضد لأمي؟ هي كانت كثير تحبك، كانت دائما تدعمنا ولا مرة فرقت بيناتنا، بس ليش؟ ليش بدك تنهي حياتها؟ أنت هلأ بس تعرف جزء واحد من القصة مارين، يمكن تفهم كثير شغلة. أنا ما بدي أفهم، ليش أنت عندك على طول أعذار اللي بتعمليه؟ لا بوجة لا، أمي بدها تقتل حالة وأنت بدك ياني أسمع أنت كيف شايفة القصة وتكذبي علي من جديد؟ لا أنا ما بقى فيني أكون ظالم لأمي أكثر من هيك. أكيد حسيت بضعف كبير لأني ما قدرت أعمل أي شيء أو حتى أنهي معاناتها. أنا هلأ عاجز مثل أمي وماني قادر أعمل أي شيء أبداً، وأنت وأمك السبب بكل اللي صار. طيب ماشي، فيك تعاقبني إذا كانت عقوبتي بتخفف من وجعك، أنا جاهزة لحتى أتحمل عقوبتك. اللي شو العقوبة هالمرة؟ ها؟ اللي كيف بدك تعاقب مرتك؟ شو رح تخطفني مرة تانية؟ أو كمان رح تربطني مرة تانية بالكرسي؟ اللي نارين اللي شو هي العقوبة اللي رح تهدي غضبك هالمرة؟ موت. في شيء خطير عم يصير. تعالوا شوفوا نارين شو عم يعمل، تعالوا بسرعة. شو القصة؟ يلا. اليوم رح دمر الأشياء اللي بتذكرني فيكي، وكل اللي بيزعج أمي رح أدفنه. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.